الطائفة أو القبيلة يعني، وبالتالي هذا السبب أن الناس رجعت. يعني الميكانيكية، يعني الإشكالية الهيكلية اللي ذكرتها أنا في البداية، نعم، في تطبيقنا للديمقراطية. إحنا نقول لك والله الديمقراطية دي، لا، ديمقراطية ما لها علاقة. تطبيقنا للديمقراطية هي الخطأ، هو الخطأ. فبالتالي أنت لما طبقتها الناس تريد أن تتكاتف من أجل قضية معينة. بالتأكيد الآن في ناس قبليين، وأنا أعتقد الجيل القادم ما راح يكون بتلك يعني الصلة القبلية. يعني هنا نعم، قضية مصلحية للبعض، فيرجع إلى القبيلة من أجل أن يصل إلى الوضع السياسي. لو كان في تنظيم آخر كانت الأمور مختلفة. ومثل ما قلت لحضرتك منذ قليل أنه في العالم كله، يعني التفت أنت وين في العالم في صناديق انتخاب، راح تجد أن في تنظيمات سياسية حديثة وليس تنظيمات تقليدية.